اسمح لي أن أنتقل مباشرة إلى صيدا وتحديدا إلى أطراف مخيم عين الحلوة مع الزميل ريكاردو شدياق. ريكاردو، كيف تبدو الأجواء لديك بعد اشتباكات كثيفة شهدتها المنطقة منذ الصباح الباكر؟ نعم، تحية لك وللمشاهدين. اشتباكات مدوية تدور في مخيم عين الحلوة بين ناشطين إسلاميين وعناصر من حركة فتح، حيث سيطرت أصوات الرصاص على أذان المساجد. يعني يمكن القول أن الحركة في صيدا ككل شبه معدومة، وأن هناك مخاوف من تطور ما حصل في الساعات المقبلة. لقد انفجر بعض القذائف في الهواء وقد سمع صداها في مدينة صيدا. وفي المعلومات الجديدة أن العميد في حركة فتح أبو أشرف العرموشي لقد قتل بعد تعرضه لكمين مسلح مع عدد من مرافقيه. مرافقيه هم طارق الباشا، مهند قاسم، وبلال عبيد. وكان الجيش اللبناني قد أعلن عبر تويتر أن اشتباكات في مخيم عين الحلوة نتج عنها سقوط قذيفة هاون داخل أحد المراكز العسكرية، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بشظايا وحالته الصحية مستقرة. نعم. وكان أهالي صيدا دعوا للبقاء في منازلهم بعد سقوط قذيفة في المدينة جراء الاشتباك العنيف الذي يدور في مخيم عين الحلوة وبجميع أنواع الأسلحة، فيما وصل رصاص الطائش إلى أحياء بعيدة من المخيم مثل حي البراد ودوار مورغان. ريكاردو، هل أضف إلى ذلك أن ريكاردو هل ما زلتم تسمعون أصداء الرصاص، أصوات القذائف من مخيم عين الحلوة؟ يعني حضرتك موجود على مقربة من المخيم. نعم، أصوات القذائف، نعم أصوات الرصاص وأصوات القذائف بمختلف العيارات ما زالت تسمع من هنا من عند تخوم مخيم عين الحلوة أو عند أطراف مخيم عين الحلوة، ولم تهدأ هذه الأصوات منذ ساعات الظهيرة. ونريد هنا أن نذكر أن الاشتباك الأول الذي أوصل إلى هذا الوضع كان قد وقع ليلة السبت، أي ليلة أمس، بعد محاولة اغتيال الناشط الإسلامي محمود الخليل الملقب بأبو قتادة، وقد أسفر عن سقوط قتيل هو عبد فرهود وثلاثة جرحى بينهم أبو قتادة وطفلتان تم نقلهما إلى مستشفى الراعي في صيدا. نعم. يعني كما نرى الآن بعزسة الزميل هادي قيس أن الحركة خفيفة جدا هنا على الطريق العام، على الطرقات العامة المحيطة بمخيم عين الحلوة. هناك نعيد ونكرر أن هناك مخاوف شعبية هنا من تطور الوضع باتجاه الأسوأ وسط اتصالات سياسية لبنانية وفلسطينية بهدف تهدئة الأوضاع وعدم تطوره باتجاهات أسوأ من الذي يحصل حاليا. أشكرك ريكاردو شديا وأشكر المصور هادي قيس على هذه التغطية مباشرة من تخوم مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا. نتمنى عليكم أن توخي الحيطة والحذر وعلى جميع المواطنين في صيدا والمخيمات بهذا الأمر، وطبعا سنكون معك في رسائل لاحقة بحال حصول أي جديد وتطورات أمنية في مدينة صيدا.